Welcome to the Lucky Generation Gamers. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، معكم حلقة جديدة من بودكاست فيديو كاست لكي جينيريشن جيمرز، جيل اللاعبين المحظوظين. حلقتنا هذه حلقة صدر الألعاب اللي إن شاء الله تسجلت بتاريخ 20/11/2016. مقدم لكم الحلقة عبدالله بشهري بشبيشو، معايا الحلقة يعقوب الحسيني وحسين الدليمي. ما ادري ليش دائما لما بقول اساميكم دائما احس اني بخربط باساميكم، يعني لان يعقوب الحسين وحسين الدليمي كل مالنا وقاعدين نقل بس الحمد لله كل مره يعني ما قاعد غلط. يعني حمد سبنا واختفى سبنا ايش قال سب وعدون علاوي عندهم امور ثانيه ظروف شغلتهم يعني عنا، فاحنا كل ما نوقع نقل يعني عندهم فيعني اذا بتضيع بينه وبين حسين وضعك سيء. لا لان حسين دليمي ويعقوب الحسيني ايه هي صارت كلمه حسيني يمين يسار يسار ايه صار مين يمين يسار حسين دليمي ويعقوب ايه بالضبط هذا اللي تعرف اللي توقف شويه يعقوب دليمي حسين الحسيني. المهم حلقه اليوم صدر الالعاب حق اللي ما يعرف حلقه صدر الالعاب طبعا عيب عليك اذا ما تعرفها، هذا سؤال اول. منو انا ولا اللي بقى يسمع؟ انت والمستمع يعني عيب عليك اذا ما تعرف شنو صدر الالعاب. لا لا هم اكيد يعرفون. ها اوكي بس بقول حق اللي ناسي ناسي حق اللي ناسي ايه زين ان حلقات صدر الالعاب هي حلقات موسيقيه اكثر ما هي يعني قاعد نتناقش شنو لعبنا او شنو مثلا معلومات نعرفها. نعم راح تكون اكثر شيء موسيقيه، نقعد نسمعكم موسيقات اللي نحبها او الغريبه او المهم شغلات موسيقيه مميزه طبعا. ايه مميزه نكون مختارين لها موضوع معين. هالمره هل نوعية من الموسيقى من كثر ما احنا نسمع لهم وايد ما ندري ان سوينا جزء اول من فتره ونسينا عنه اللي هو موسيقى الرؤساء. زين من كثر ما نحب موسيقى الرؤساء قلنا خلصوا موسيقى الرؤساء يلا احنا نحب الموضوع صح ونشوف ولا مكتشفين ان احنا مسوين اوريدي، فقلنا يلا جزء ثاني وعندنا موسيقى جديده لكم بهالحلقه. ف احسن بلش شنو اختيارنا الأولي؟ أول شيء موسيقى اسمها Eternity من نقول من شنو ولا يسمعون؟ هي البوس فايت من بتاعت Lost Dragon حضرتك؟ اللي يعني Lost Dragon؟ لخبطت أنا شو؟ حسين دليمي Blue Dragon كومبوزر نوبو ويماتسو كاتب الكلمات مات هالغنية هيرونوبو ساكاغوتشي اللي هو نفسه مال فان فانسي يعني، والمغني إيان جيلن من يعني مشهور من احد مغنيين بلاك سابث و راح تسمعون حقات يعني هاي بودجت ميوزك يلا يعني مجازا
وفجاه احنا قلت عقب خلص التراك احنا سكتنا بنتم دمكين مره لحظه خلص هذا. انا وايد احب التراك هذا لان احسه وقت الفايت باللعبه وايد 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 هايب. الكلمات لها علاقه بالثيمة اللعبه اللي هو الشادوز. حتى لو تسمع الكلمات وتحط نفسك يعني انا احب شيء احب لما يكتبون كلمات حق اغنيه مخصوصه حق اللعبه. يعني لما سووها بألن ويك يا ابو فرقه بوتس اوف ذا فول وكتبوا اغنيه حق اللعبه زين تم تماشي مع احداث باللعبه. موسيقى هذه مثلا زينو بليد كرونيكلز اكس في تراك اللي هو بلاك تار لا بلاك تار بس قاعد طنز عاد صدق راكبه على مدينه انت قاعد تشذي يعني. بس يعني احب لما يكتبون كلمات مخصوصه حق تراك باللعبه لانه يعطيك معنى حق المشهد اللي قاعد تشوفه يزيد يعني على يعني وينقلن هني مبين صوته صوت شايب كان يغني متل عرفت شلون؟ ايه فما ادري انا احب هالنوع من اكثر شيء كان مميز بالساوند تراك كان الجيتار. الجيتار بدع حتى وماتسو كان زين. المقاطع اللي يطلع فيها بالاورج وايد حلوة وايد تحسه بس وماتسو بس ذاك خلق انه وايد قليلة. كان ودي اكثر يعني اريد المزيد من اهو لا بس يعني مبين هو الكومبوزيشن بالكامل هو يعني بس هاي كواليتي يعني هذا اللي مميز. عندنا الموسيقى اللي بعدها اسمها هازوتشو. هذه من ار بي جي اسمها ارنو سيرج بلس. هذه على انا لعبت على الفيتا موجوده على البلاي ستيشن 3 بعد. اتوقع مو وايد ناس لعبوها بس ساوند تراكها فظيع بالذات ان هي ثيم مال اللعبه موسيقي الى حد ما يعني. فهذه موسيقى واحد من الموسيقات البوس فايتس باللعبه. يلا
وهذه الموسيقى بدايتها صح مدينه انس ما قال بيشو حسيت يعني تنفع حق لعبه ار بي جي وانت قاعد تتمشى بالخريطه بس الجيتار يعطي ابك يا ابونا في رئيس يعني اي يعني انا مستغرب ان خلينا نقول سرعتها والحماس مالها غير التيمبو مال اللعبه كار بي جي حتى كجي ار بي جي شوي مختلف عن باقي الار بي جي مو ار بي جي عاديه هذه فعشان كذي احس موسيقتها يونيك راكب عليها وايد لما تشوف المشهد باللعبه او لما تشوف شو صار اللعبه بس هم بعد تنفع قهوشه صح يعني لا لا بالجي ار بي جي راكبه اي وايد يسوون كذي الموسيقى اللي بعدها كاسلفانيا سيمفوني اوف ذا نايت موسيقى الاوهو انشانتد بانكويت الولية عندما تولول ايوه يلا هذه الولية لما تولول حضر الشر انا عندها الموسيقى هذه يعني وايد ميزه ما اشوف يسوونها وايد بالالعاب سواء ار بي جي او اي ار بي ما يستخدمون هالاسلوب هذا وايد اللي هو الشر الشر قادم دير بالك لا لا انت مو الشر قادم انت خلاص قاعد تواجهه انت بس انت ما قاعد انت ما قاعد تواجه شخص شرير انت قاعد تواجه الشر نفسه انا هذه احس الموسيقى كافيه هي موصل الرساله هذه انت ما قاعد تباري واحد شرير انت قاعد تباري الشر نفسه يعني لهالدرجه اشوف الموسيقى وايد واكبه انا اللي عجبني المقطع الاورجن لما ينعزف عزف حلو بسيط مع الدرمز لما الدرمز يطلع بشكل بارز يعني يعطيك الشعور واضح يعني انا عاجبني يعني انا عاجبني الولية لما تولول ايوه هذا ترى ولولتها صار لها معنى اي يعني تحس انه بروجريسيف مره تطلع شيء تحس انه اوكي طلع الشر بعدين يصير في اكو تعرف اللي كنا قاعد تسولف وياك ترى الشر يا يهني يعني بعدين لا لا اي شيء انا في بروجريسيف الاوبرا المسرحيات شغال ايوه العروض المسرحيه نغير المود من اي لعبه ذكرنا يعقوب الريكونسايبل الريكونسايبل موسيقى امبايسن ستريت فايتر اي اكس طبعا هذا الرينج ساوند تراك من اياكو ساسو واثنين بعد وياه ثاني كومبوزرز هم دائما مع بعض تفضل يلا We'll be right back.
طبعا صاحب الاستوديو وطى على الموسيقى. هذا هذا بايسن موسيقى حق بايسن غير اللي انتم متعودين عليه بستيت فايتر 2 ولا اي جزء ثاني. حد غير شيء جديد شوي جازي فيها بيس وفيها سوالف وبعدين يهدي ويرخي بعدين يشد وياك ويهدي ويرخي ما فيها لوب يعني اللي يلا من البدايه يعني شوف اللي سامع موسيقات ستيت فايتر اكس يعني راح يتوقع شيء كذي. ستيت فايتر اكس فيري سبيشال اذا تبي الصج كل جزء ستيت فايتر فيري سبيشال اذا تبي الصج يعني صج انا يعني الخامس ما سمعت بس أكبر ما ادري اكبر تغيير حق ستايل والله كله حق ستايل والله شوف لا يعني مثلا عندك مرات الفا شوف وايد يشبهون بعض الساوند تراكات وايد يشبهون بعض الثاني للثالث هذا شيء وهذا شيء صح الفا شيء غير كلش عن اي اكس يعني كل جزء صراحه يعني بس يعني مو بس اللعبه تتغير حتى الساوند تراك مالها الغريب تيش الغريب ان كلهم حلوين كلهم راكبين وراكبين باللعبه لا حلوين يعني يسمعون برا اللعبه يعني يمكن الثالث شوي ستريت فايتر 3 الموسيقى تغيرت طريقتين يعني ستيت فايتر 3 نيكست جينيريشن وستيت فايتر 3 سكند امباكت موسيقاتها تقريبا نفس الشيء ماخذ طابع ال 2000 شويه يعني خلينا نقول شويه من الكلاسيك ستيت فايتر تقريبا يعني ثيرد لا صار قلب هيب هوب شيء جديد ما ادري من يابوها كمبوز هيب هوب ما ادري من وانا عندي هذا احلى شيء ركب على الثيرد سترايك غريب انه غير مود اللعبه غير مود اللعبه غير مود اللعبه بالمره ف اي اكس ماخذ ما يصوب الجاز فيجن شويه جاز صح زين الحين عندنا موسيقى من كينج اوف فايترز 97 ارينج ساوند تراك ريزميك هلوسينيشن هذا موسيقى فريق ياشيرو قبل ما او لما يتحول وقبل ما تباري اوروتشي طبعا هذا يعتبر الى حد ما يعني ميد بوس او يعني البوس ما قبل البوس الاخير فريق البوس ما قبل البوس الاخير زين فالحلو بهالتراك هذا راح اقول لكم شنو هو بعد ما نسمع اوكي
ريزميك هلوسينيشن. الموسيقى غريبة. الهلوسينيشن اللي هو هلوسة 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 موسيقية أو هلوسة هلوسة. يعني بدايتها كأنها هذه سبلاتون. بس يعني موسيقى يشرو حسها هي الأساس. بعدين دخلوا فيها مرتين موسيقى شيرمي وصار يعني تغيير وايد بالستايل. بعرض مره ثانيه يشرو. ايوه بس حسين قال خش ملاحظه سالفه انه شلون مستخدمين الات وموسيقى بالاركيد زائد تسجيل جديد مبين انه واضح ومركبينهم على بعض. يعني هم ترى حلو تراك مسوين هالحركه هذه بس وايد تراكات ثانيه بالارينجد لا يعزفون جيتار 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 بس يمكن هم نظره موسيقيه لهم نظره بالنسبه لهم انه اوكي ليش ما نستخدم المات الاركيد على ابونا يعني تكون مميزه وايد لان هذا ارينج ساوند تراك عموما. انا عندي لاخر جزء نزل هم مستخدمين نفس الشيء. لا 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 غلطان لا لا في غلطان في الات تحس مو لا حسين حسين ترى من زمان حولوا هم الات صجيه يعني قاعد تحكي حولوا صجي بس قاعد تحكي من كينج اوف فايترز اكساي وهم خلاص لغوا الاصوات مات الام في اس اللي هو مات الاركيد بورد مالهم. انا لغوها بالمره. انا مو قصدي اصوات الاركيد قصدي يعني متعمدين يحطون صوت اله مو الاله الفعليه يعني مثلا اذا خذوا اورجن ما يقول سنتسايزد يعني اي يستخدمون شويه بالكمبيوتر شويه مسجل يعني للحين هذا المود مالهم يمكن ارخص. لا انا احس ما ادري شنو يعني هم نظرتهم الموسيقيه اي يعني نظرتهم الموسيقيه حق الشغله كذا. عندنا موسيقى اسمها كاربنتر بروت يو ار ماين اسم يمكن واحد الفرقه والثاني اسم التراك اسم التراك يور ماين كاربنتر بروت اي ثينك ونرد لكم اوكي يلا We'll be right back.
الموسيقى الثمانينات في 7 دقائق. انا احب هالستايل هذا جدا جدا جدا. انا 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 شوف اكيم الثمانينات مال المستقبل اموت فيه، احب وايد. نظره الثمانينات حق المستقبل كانت سبيشل. المهم ما قلنا اسم اللعبه، هي من فوري. فوري فوري طبعا فوري. الكل يقول فوري بس هي فوري يعني فري بالياباني، يعني بلاش بلاش بلاشي بلاش بالياباني بلاش يعني نفس فري. هي بلاير ووردز كاساس انها تكون فوري لما تكتبها بالكاتاكانا تكون فو وري. انزين ففري انت تكون مسجون وتبتنحاش، ميك سنس تلعب اللعبه. اللعبة كشخة، سانتراك كشخة، كنترول كشخة، كل شيء فيها كشخة. اللعبة صدق كشخة. حلو. الحين عندنا مارك اوف ذا وولفز موسيقى جارو. جارو مارك اوف ذا وولفز، هي فيتا فيوري مارك اوف ذا وولفز، اخر جزء فيتا فيوري نزل. هذا يعتبر البوس ما قبل البوس الاخير. زين انا عندي ان هذا احلى من البوس الاخير. اسمه جرانت. طبعا احنا كلنا على بالنا هذا البوس الاخير اول مرة لعبنا اللعبة، بعدين طلع البوس الاخير كاين. فاستمتعوا من الرينج. كانت جرانت صج موسيقى رئيس، موسيقى رئيس اخير حتى. يعني شوف اول مره متى وين شفته وين سمعته؟ وانا بالاركيد. ايه. طبعا ما العب، انا احب اشوف دائما، ودائما اشوف ما شاء الله الشباب اللي يعرفون يلعبون، يعني صج خلون الواحد يستانس وهو قاعد يطالع اللعب، عارف شلون؟ فهو قاعد يلعب الستوري، قاعد بروحه قاعد طقطق، وانا قاعد اشوف قاعد يلعب من الشخصيات اللي احبها، اللي هو اتوقع البطل مال الجزء يكون شباب. ايه اللي روك. لما يفوز يطلع شنه جناح كذي. ايه شادو على انزين. فقاعد طالع قاعد احاول اتعلم شلون نظام لعب الشخصيه، اشوفه يلعب يكمل يكمل يكمل، اشوفه المكان شي معبد كله في نار، ويطلع لك واحد شي مثل راس على سكال عملاق، ما شو صاير. ايه اغزي باب على سكال شي. ايه زين. ويطلع لك واحد لابس قناع شي شيطاني شيطاني يعني، ويوقف لك وشاح وشذي مجسم مجسم واقف عنده بنطلون علاء الدين، يقول لك تعال طقني. ايه ابيك
تقرب صوبي تقرب صوبي. وحتى هو لما الطقاته كلها تحس فيها امباكت وباور، يعني عنده مثلا الفيرس البوكس القوي مالته كانت لما يدوس على الارض يهز الشاشه كلها، وعنده سوبر يقول لك اكيد حتندم يعني. سوبر شوته واحده، هي شوته واحده بس، بس كنا بجيب فنجر كابتن ماجد صح. حتندم ايزو باكير، اكيد حتندم. وعنده حتندم ين الفريج، هذا سوبر اللي فريله ما شنو، حتندم ين الفريج. طبعا احلى شيء بالعاب الفايت لما تكون انت قاعد يا شباب قاعد تلعبون العاب فايت وتسمعون اصوات الشخصيات يقولون حركات، وتاخذون الحركات هذه وتطبقونها على كلام احنا نقوله كل يوم. يبي له حلقه اسبوع داخل. ايوه شنو الحركات اللي غيرت اساميها؟ غيرت عبرت الكبت راح كوات صعب. قرقوي الحين تغيير وايد من لعبه كروك. اوه عاد الحين بنريحكم شوي من الهيفي روك ليجند اوف قبس. ليجند اوف قبس والله مسكين قبسوا على الكمبوزر هذا، والله كمبوزر وايد قوي وصدق ما سوى شغله ثانيه. بقول لك قبسوا عليه. طبعا التراك اسمه كروك 8-1. اوه موسيقى مرحله الصحراء اتوقع. مرحله ولا رئيس؟ رئيس رئيس مرحله الصحراء اتوقع. العالم الثالث كنا، والله ما اذكر انا كروك من زمان لعبه. الثاني ثالث مو كروك الاول ايام بلاي ستيشن 1، وهذا فيرجن بلاي ستيشن. يلا بينا. هذا من الموسيقى اللي ودي ما تخلص. طبعا الكومبوزر اسمه جاستن شاروفنا. كومبوزر للاسف ما سوى شغل ثاني، ما ادري اذا هو سوى اشياء ثانيه والله. يعني يبدو انه بعد جد القبس اشتغل على كروك 2، وبعدين ذا امبيرورز نيو جروف. امبيرورز نيو جروف لحظه، الفيلم مال امبيرورز نيو جروف اللعبه بلاي ستيشن 1 بي سي. يعني تقريبا وقف يسوي موسيقات ب 2003 حق جيمز يمكن، بس حول يمكن اشياء ثانيه. بشكل عام اللي سواه بكروك كان وايد قوي صدق، يعني الاداء يعني عالي يعني عالي الجوده كلعبه بلاي ستيشن. يعني وشلون حطوا هالكم الموسيقات بلعبه كروك شيء وايد غريب، ما شلون برمجوها. يعني انا الكومبوزيشن ماله احسه وايد حلو، واستخدامه حق الالات بعد حلو. يعني فهني هذا الرئيس انه تبار مثلا يكون اسمكه لحظه شلون هذا موسيقى الرئيس اسمكه بالبحر. عندها السمكه عندها عصايه ترايدنت، هذه عصايه الشيطان على بنا يعني من الفراعنه يعني. والموسيقى اسبانيه على مصريه ما شلون. لا اي الات يعني غريبه يعني اي، بس في انا هم تعجبني موسيقى رئيس ثانيه، وهم رئيس الاخير هم حلوه.
والله خوش سام تراك، خوش كومبوزر، انا احبه يعني، ودي اختار له موسيقى ثانيه بحلقات ثانيه نشوف ان شاء الله. ان شاء الله الحين بوس باتل بيج ارمز من سونيك جينيريشن. نعم الحين الحلقه كلها راح تصير لاخر شيء سونيك. لا لا هي عندنا بس لا 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 خلاص تيك اوفر خلاص. انا اديك الاذن لازم موسيقى صدر العالم لازم لازم ما في سونيك في شيء غلط بالحلقه. يلا يلا شيء قوي هالتراك والله منو بس صار في قطه بالنص اخر شيء المقطع الاخير طبعا بيشو اصبر قط قطه بيشو قوية لا هو صار باخر مقطع شوف المقطع الاخير يبنى شيء حلو اخر شيء كان خربه انا تخربت من الضمير يعني تخيل اخر شيء وايد حسستني بشعور شلون حفلات الروك حقول لما الجيتارز يعزفون وراهم نار قاعد يشب
عرفت الجمهور كذي اخر شيء مع الجايزفول جيتارس يطلع سونيك مع الحفله الاخيره مع احتفاليه سونيك ويرمي ايده كذي زي حركه فيديو بس الاحتفال اللي ماسكين ايده اللي تلون الستيج ضروري ضروري اللي ما عارف ايش قاعد نقول روح شوف اللي هو سونيك شنو 25th anniversary ستريم اللي كان وين بولايه باليابان بامريكا سوري بامريكا ما ادري وين المهم هو حتى باسم احد الولايات بامريكا نسيت المكان ايش اكتب سمري اختصار او شيء كذا يعني احتفاليه ترى طبعا كان احتفاليه بكوتيشن يعني اي فتخيلوا حركات سونيك مع الموسيقى هذه هذا اللي ضحكنا شوف بالنسبه لي صح اخترنا الموسيقى هذه من قبل بس انا اصريت ان احطها انا كنت بحط الكلاسيك نفسه مات الجينيسيس بس بس بعدين مات جينيريشنز لا ما هذا مات جينيريشنز صراحه ابداع الفرقه اسمهم كاشكاش هذول اللي اشتغلوا اول جزء يشتغلون عليه اللي هو سونيك كلرز اشتغلوا على كم موسيقى اتوقع اثبتوا نفسهم فسونيك فسيقا خذوهم وخلوهم يسوون كم تراك حق جينيريشنز جزء كان صاحب وايد في اشياء حلوه اي تراكاتهم وايد حلوه والفريق ترى صغير مو هم اعمارهم صغيره بس احس يعني مستمتعين بالعاب سونيك القديمه مبين عليهم فالموسيقى هذه بالذات عطتك كنا موسيقى الرئيس مال الجزء الثالث بس اذا عزفت الحين اي بالضبط يعني انا قلت حق حسين أي. انت لما تسمعها الحين تسمع الفيرجن هذا تحس كنا كنت تسمع كذي ايامها يعني لما كنت تسمع الستراك هذا ايامها السيجا النص الاولي مالها إيه تتخيل كنا اي اوكي اي طبعا من غير هذا اخر شيء هذا اخر شيء الابك ابداع هم ابداع وايد وايد حلو التراك هذا من احلى التراكات البوس تيمز اللي يعني تاب سوريك اذا ما تحسب سيكترينز يعني سيكترينز صراحه في بوس تيمز انا بالنسبه لي ون بيست بوس باتلز ايفر انا هذا بصير everything you got before you back عرفت هذا مال اي لا every drop before you got ما ادري اطلع الكلمات اي دائما الجمل مالها معنى بس يلا حد مالها معنى الحين نروح اللي بعده تيرتلز ان تايم ايه لاست بوس نينجا تورتوس هذا الرئيس الاخير طبعا ذكريات الاركيد انا كان عندي بعد على سوبر نينتندو يعني مع اني خلصته يمكن ما اقدر يمكن اقول 100 مره ما ادري اذا قاعد بالغ ولا لا بس وايد بس كل مره اوصل له وتبدا الموسيقى احس انه شي في خوف توتر توتر مع شردر
يعني صدق موسيقى وايد إيه يعني صدق يعني موسيقى وايد خلينا نقول جنرك على العاب اول ترى كل موسيقى الرئيسية تقريبا كانوا شيء حق العاب الطق يعني لا او العاب لست سفرج اي لست سفرج اي صح لا تغلط بس خلينا نقول اغلب الالعاب الاركيد البيت ماب كانوا شيء بهالستايل يعني خلينا نقول بس لان صلاح النينجا وكان لنا مع صلاح النينجا ارتباط طبعا في شيء يعقوب قاله لما بدات الموسيقى في نشيد النينجا نعم فهذا اللحن وايد تسمعونه باي شيء فيه نينجا بالضبط بالالعاب القديمه طبعا صح يمكن والله ليومك يمكن لليوم ليومك يحطونها بيزرقونها باشياء فيها نينجا طبعا لا تحسب ناروتو نينجا لان ناروتو مو نينجز ناروتو مو نينجا فالنينجا الحقيقي موسيقته قبل ما تبلش يشتغل نشيل النينجز اللي بدايه هالتراك هذا اللي توكم سمعتوه وراح تسمع او لو تسمعون موسيقى البوس فايت مالت الرئيس الاخير بشنوبي 3 عند نفس النشيد هذا بيبلش بالبدايه بعدين يبلش التراك عندنا موسيقى اسمها افيروس هذا من كومبوزر ديفيد فن اللي اشتغل على لعبه تايتن سولز يلا هذه موسيقى الفراعنه قصدي موسيقى تاتسون بس لسه لحن احس كان فيها بعد اي كنا ما خلص ايه يمكن لنا اصلا اذا بالصدق لما تبار الرئيس اذا ما فزت عليه بدقيقتين انت خلاص انت بسوي تراك على طول الانكاونتر ها لا يمكن اصلا بعشر ثواني كنت تفوز عليه عادي المهم اللعبه تقريبا 8 بت هي 8 بت صح كأنها زلدة ستايلها بيكسل ارت بيكسل ارتي وتوايد تشبه زلدة بس انا بس بالي رأسها لا ما تشبه زلدة لا يا تشبه شادو اوف ذا كولوسس ايه شادو اوف ذا كولوسس بس على دارك سولز من ناحية وان شوت كل عادة تموت بسهولة يعني لازم تلعب حاسب كل شيء بالملي يعني من الالعاب الصعبة فوري بس تموت بطقة العاب الصعبة فوري تموت بطقة فا اوكي ما ادري هذا اي رئيس اسف مو فوري 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 فري مزيده من الجيتار اللعبه من شركه فالكوم فيكنت انترفيرنس اكيد واي اس يعني ما يحتاج اما ايز او ليجند اوف ليجندز الحين نشوف نسمعها ونرد لكم
هذا كان ايس 7 اختيار من اختيارات حمد. كل موسيقات ايز او كل موسيقات هالشركه متشابهه، اللي هو يعطيك الجيتار المتاثرين بانجوي او اللي يعزفون بسرعه وايد. لسن في لسن 60 لسن 50 لسن 80 لسن 80 This is how you بس هذا بس ايزي سهل ايزي سهل. المهم الموسيقات اللعبه تقريبا كلها كذي. انا ما ادري هذا اي رئيس شلون اخير اول ما ادري، بس انه بالنسبه لي ما افرق بين السابع والاول والثالث يعني كلهم نفس المستوى كلهم نفس المستوى طبعا خصوصا القدم اكيد في الرينج فيرجن راح تكون نفس المستوى هذا. وايد حلو اللي يحب ستايل الانمي على الجيتار خصوصا مثلا الروك السريع راح يستانس بعمياني حق العاب فالكم يعني. الحين اوه تشينج كيربي كانفاس كيرس ميوزك دراوسيا سورسرز دراوسيا سورسرز يلا هذا الرئيس مال كيربي وهو قاعد يلعب كولومز قبل ما نوعا ما لا انا ادري في يمكن في بعض الناس يعتبرون الموسيقى هذه مزعجه زين بحكم يعني نوعيه الالات على على الجهاز المسكين على الجهاز الدي اس لا بعض مرات الجهاز ترى ما له شغل يعني اوكي هم الاسلوب هذا المستخدمين يعني دائما موسيقى كيربي كذي يعني خلينا نقول نوعيه بس لان الثيم مال البوس وايد دارك فتلقى التون وايد ثقيل فيعطيك تحس الصوت المزعج هذا فاهم قصدي صح؟ اي لا صح بالالعاب بتصير وايد يعني زين فانا الثيم هذا احسه وايد يونيك حق لعبه كيربي لان عاده كيربي ما يسوي الموسيقى بهالاسلوب يعني حتى لما سمعت الفيس الثاني حق الرئيس هني صارت كيربي مره ثانيه لما سمعت احسن صح ولا الفيس الاول هني قبل ما تقول قبل ما اطقها وايد وتعصب اللي هو كان بس هو البايب اورجن اللي هو العزف اللي تقريبا نفس موسيقى باخ اللي يسمع كلاسيك ميوزك كنا مغيرين فيها شويه بس يعني يعطيك شعور الابك لان موسيقى باخ اكثر شيء خصوصا البايب اورجان يعني لازم شيء ابك شيء رئيس اخير شيء رئيس اخير اي كذي فاحب الموسيقى هذه يعني صدق تذكرني والخربوطه هذه هم لان الهوشه بيشو الهوشه يعني خلينا نقول فوضى وايد اشياء لازم انت تكون خلاص هني لما تكون واصل عند الرئيس صدق لازم تكون متمكن من التحكم لان هني بالقصه ان كيربي لا عندها لا ايد ولا ريول حاشتها كيرس ان شالت ايدها وريولها
فأنا القلم لازم دائما أرسم المسار أو إني أوقف الطقات اللي تجي على كيربي أو إني أرسم لها المسار، وإذا كيربي حاشت المسار تمشي على هالمسار بالاتجاه اللي أنا رسمت فيه الخط. فالتحكم كله يصير بالقلم، فتعال شوف التشخبط اللي يصير آخر شيء يعني. شيء حدا أذكر كان قوي يعني. اختيار وايد غريب يعني، كيربي دائما موسيقات سعيدة وايد. وايد سعيد، ونفس الجزء نفس الجزء وايد سعيد. بس هذا غير، هذا غير صدق. عندنا هم هم تشينج الحين سونيك. بس ان شاء الله هم راح نعطيكم حلقه بس سونيك يعني. ان شاء الله مو لا لا في موسيقى ولا مره نقلها بعد ونقدر يعني نطلع موسيقى ولا مره نقلها. بس صدق يعني كل شوف كم جزء سونيك، وكل جزء يعني لا يستهان فيه يعني كان موسيقاتين. يلا نيكست. يلا لحظه شنو خلصت لوب. اوكي هذه تعيدها للابد. اوكي هذه شلون موسيقى رئيس ما ادري، بس عشان دكتور اجمان ضحك بالبدايه. نعم والدي جي بس شغال يقبق لق لق لق. انا احس مثلا كان هذا الدي جي قاعد يطقطق شيء يسجل بروحه، وهم اخذوا التسجيل يخرجوا حطوه باللعبه. بس شعور صح سبلاتون. وقع انا بس سمعت وقع 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 لق، قلت ها سبلاتون لحظه لقى. ها ايه لقى القاف في القاف فيها فتحه شيء شد على القاف شيء لقى بس ها سبلاتون. وايد شوفه وايد غريب بصدق حق رئيس يعني. يعني ما شلون نسوي. عندنا واحد وايد قوي بعد فيتريوليك استروك من نسيت اسم اللعبه، اسم الكمبوزر موتوي ساكورابا. سمعوها ونرد لكم. We'll be right back.
يعني المهم هذا كان شنو؟ كان باتن كيرتس. لا لا باتن كيرتس كان هذه جيتس اوف بابلون مالمستين بس حق الفيرجن الفيديو جيم. مالمستين مالمستين نزل البوم فيه التراك هذا كان ياخذونه يبوقونه وحطوا باتن كيرتس. نعم يعني من الالعاب اللي حسافه الجزء الثاني اللي ما لعبته. الاول كنت عارفه ما عرفت ولا جزء. هي لعبه ار بي جي بس كانت شويه غريبه سيستمها. بعد ما نزل الجزء الثاني وقالوا كنا عنه حلو وما شنو انا هني خلاص مثل ما تقول اوه طافني خلاص. أيه. في قدامي وايد العاب ثانيه بعد ذاك الوقت. ذاك الوقت ذاك الوقت العاب وايد. لا لا كان بالنسبه لي كان وضعي غير مع انه ما عندي اجهزه وايد بس كان وضع الدراسه ما دراسه كان أيه فما صح. كنت اقدر اركز يعني رد اللعبه ار بي جي اتوقع كان على جيم كيوب. جيم كيوب المؤلف وايد قوي سوى حق كل العاب تيلز وايد بعدها اذا ما غلطان الجزء الثاني اللي كان حلو بيتن كيرتس تو. ليش ابن طاري مالمستين اللي هو الواحد من اشهر الجيتارست لانه هو بشكل عام اليابانيين متاثرين فيه وايد يحبونه وايد يحبونه وفي في ناس في عازفين بالفيديو جيمز يقولون احنا هذا قدوتنا يعني في كم واحد من اوت كابكم نسيت اساميهم بس انه الستايل متقارب فعشان شيء قلت انه كانه مالته هالستايل هذا وايد حق سوالف الاكشن يعني وايد وايد يعني ولازم دقه مصريه يعني او عربيه شيء كنا ما حد يدري يمكن ثيم اللعبه شيء لان اصلا يعني مثلا عندك فاينل فانتسي يسمونه بابلون فانتسي يعني هو الفانتسي بيزد على الحضاره البابليه يعني قلقامش وشغلات هذه يعني طبعا مغيرين فيها جزئيا يعني بس انه عشان شيء مرات تسمع موسيقات عربيه ما شلون صايره بطريقه غريبه انا نفس هذه الحين عندنا موسيقى من نينو كوني بوس باتل سمعوها هذه موسيقى هي اوركسترا اكثر شيء بس الات وايد كذي تحسها شويه مايل للفاينل فانتزي يعني مايل للسينماتيك يعني شيء لازم تشوفه عشان ترى مو في سبب لان الكومبوزر جو هيساشي هذا ليجندري قبل استوديو قبل كومبوزر يعني او يعني وايد سوى حق افلام قبلي الساوند تراك مال نينو كوني ألف 21 تراك منه بخلال اسبوع سبعة ايام هذا ريال سوبرمان يعني من الكومبوزيشن ف يعني من ليجندز عندنا هم تشينج الحين ريثم هذا تشينج وايد تشينج وايد وش كانت ويت فور يو اسم الموسيقى ترى الكواليتي اللي قاعد تسمعونه هذا يعني ما بقول 100% بس وايد قريب من يعني على جيم بوي ادفانس الاوريجينال يعني مو مغيرين فيها مو مغيرين فيها الكواليتي اللي قاعد تسمعونها مال جيم بوي ادفانس انا ما ادري شلون حطوا الكواليتي هذا بجيم بوي ادفانس يلا سمعنا يلا もっと愛し合いたかった 孤独な夜が幸せだった頃も
من الانمي ريثم تنجوكو. شو عشان اتوقع هذا يبي لها شويه شرح. ريثم تنجوكو او ريثم هيفن بالنسخه الانجليزيه، هالنسخه هذه من اللعبه نزلت بس باليابان، هذا هو اول جزء اللي نزل بس باليابان. ريثم هيفن تنجوكو اسمها ريمكس 5. اي ريمكس 5. ليش اسمها ريمكس؟ هي تقدر تقول كان هذه هي البوسز مال كل الميني جيمز اللي لعبتهم قبل. شلون هم على اي اساس يسمونه ريمكس؟ راح تلعب ميني جيمز موسيقيه، زين، ذو ايقاع موسيقي، يعني يكون اللعب فيها حق شغلات مختلفه. العاب ناريه تنفجر، لازم تفجرها بتوقيت صح. انت انسى القصه يعني. يعني ماكو قصص يعني، بس المهم ايقاعات مختلفه. بعدين هالايقاعات هاي المختلفه كلهم يدخلك اياها بريمكس واحد، فتقدر تقول هالريمكس هو كانه هي موسيقى رئيس يعني. بس الريمكس الخامس هذا صراحة كان اختيار، أول مرة بطلته كان حد مفاجئ، أشوفه كان شيء وايد حلو. ما توقعه، ما توقعت كلش. فصصش كانت من الموسيقات الوايد حلوة، وللحين بعد ما أشغل الجيم باي أدفانس المايكرو عندي، أنا شاري جيم باي مايكرو بس عشان أركب فيه ريثم هيفن تو جوكل نسخة الجيم باي هذا، ومخلي عشان كل ما أشتاق شغل الجيم باي مايكرو ألعب ريثم هيفن، خلص سكر لين ضاع الشاحن والحين قلت ما لعب. تشتري واحد ثاني؟ لا، لازم ادور الحين شاحن جيم باي ادفانس. ما ادري من وين طقمك. اي ما ادري، الله كريم. والله عنده وايد شغلات، هو حاطين اسمه مغني سوشي تاناكا. هذا الكمبوزر مال اللعبه ولا المغني؟ المغني اللي كان يغني وايد ذكرني باسلوب فرقه يابانيه قديمه، يعني يعتبروها هذول من الفرق الروك القديمه باليابان، اسمها لوناسي. لوناسي وايد ذكرني ب
بالفوكالست مالهم يعني يغني تقريبا نفس طقته. اول شيء شكيت يعني بس اقول لا صوتها شوي انعم من هذاك. فهذا كان ريذم هيفن. الحين عندنا شوجي ميغرو هو الكومبوزر شوجي ميغرو ذا فير اوف جاد اسم التراك من شن مقام تنسي بس اي جزء فيهم مو متاكد خلينا نشوف تشيك حمد شنو اختار. يلا رايكم بالتراب هذا التراب يعني شكرا حمد حمد شكرا جزيلا حتى نحن طحنا بالفخ اللي قاعد حطه بيه حمد تويتر هيت ميل حق حمد تحصلونه بتويتر @7md نعم زين قولوا له خاف الله يعني التراك اسمه ذا فير اوف جود خاف الله والموسيقى شي تحس انه وهي شغاله كذي تعرف لي لحن دن 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 انت المايسترو قاعد تمشي الحين حق القاعه اللي فيها الكواير اللي بيغنون الحين بس انت الحين ما وصلت وقاعد تسمعهم هي ها هي هي هو قاعد يسولفون هي 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 ها ها قاعد يسوون تشانلنج حق الشيطان شعرت هي هي لا هذا مو هذا هم لما يسولفون ما يعرفون يسولفون طبيعي يعني وانت الحين ما وصلت انا رحت وين لا يعني الناس يسولفون ويقول لي هذا موسيقى وين اللحن هي هي ها هي هي هو لا يعني انا كان دمج احمد شكرا ضحكتي اختيارك شكرا يا حمد اي ام اوكتافيو الحين من تورو مينيجيشي نسمعها ان شاء الله يكون تراب ان شاء الله
انا بالنسبه لي هذا تراب. انا هو كان زين ترى مو سيء وايد زين تراب انا عارف هو لانه وايد غريب الستايل اصلا اللعبه اللي هو لعبه ما فيها شيء صاحي ما فيها شيء صاحي من الاساس صار تركات اللعبه اصلا كلها غريبه يعني سبلاتون زين ف على الستايل الغريب هذا بيسوي موسيقى بوس صحة صحة شكرا يعني كان بيسوون الستايل حق يعني موسيقى رئيس حق ال يعني أحس أنا كانت تجربة هذه لهم يعني بس عندي مس يا حلو 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 ماي شرب ماي واحد يسولف عني المهم أنت بترجع حق سبلاتون أنا ما راح ما تمشي عليه ترقيعة من الحين أقول لكم هيت ميل @7md بتويتر موسيقى اللي بعدها إيش ها فرصة إني أخذ مكان بيشو توشيهارو أوكاجيما توشيهارو أوكاجيما اسم الكومبوزر اسم التراك سترونجست فور راح نقول لكم من أي لعبة يلا
هذا كان من ما ادري ايجز ايز واي اس صدق كلهم نزل الاسلوب بس المشكله ان كلهم بعد حلوين ومن البوم اسمه زان ماي بوس البوم اللي هو البوس زان ماي مال فالكم فريق فالكم شو اسم الاستوديو جي في شنو جي في سي جي دي كي بس هذا حاطين اسمه يمكن المين جيتارست او يمكن اسم الكمبوزر الاساسي مال اللعبه تراك حلو انمي جيتار روك عندنا وبين لازم تريد مارك هذا مع واي اس عندنا الحين من لعبه ما ادري شنو اللعبه بروبوت باتل على ما تطلعها نشغلها يلا قبل ما نقول لكم احنا قاعدين نضحك ليش قاعد نضحك يعني اللعبه طبعا موسيقى من سوبر بيبر ماريو اختيار حمد يعني احنا انا صراحه ما اذكر وايد من اللعبه يعني انا اصلا ما اذكر اني سمعت الساوند تراك لان احنا غيرناه بس حمد اتوقع راح يفجر يعني انا صراحه ما ادري ايش اقول عن التراك يبدو انه حلو بس ما راح نسمعه بوقت البروس برودكشن يعني لأنه وإحنا قاعدين نسمع التراك هذا غيرنا سمعنا تراك ثاني وما قدرنا صراحة يعني نستحمل نسينا إن هذا شغال بالباك جراوند يعني إيش وين تشيكنا بس حلو يعني حلو جاهز الحين أتوقع من فوري هذا آخر التراك من فوري فوري ويف شيبر اسم الكومبوزر الكرات تراك اسمه ويزدم أوف ريج نعم يلا
هذا هني تراك فوري شيء عجيب والله وايد حلو. انا احب الشعور الثمانينات هذا وايد احبه قوي. لعبة طبعا كلها رؤساء فعشان كذي يعني اي موسيقى هي موسيقى رئيس. ويمكن 5 ولا 6 كومبوزرز اشتغلوا على وايد كومبوزر اشتغلوا على فوري يعني. هو النقطة ان فرق مشهورة وراكب على اللعبة يعني كنا هم مسوا موسيقى يمكن من شافوا اللعبة ما شافوها ما ادري يعني وراكب ما شلون ابداع. كذي خلصنا الليست اللي عندنا. خلينا نشيك اتوقع نقدر نسوي بعد بوس ميوزك الحلقه الثالثه الرابعه الخامسه يعني مريضين اي انا فاينل فانتسي محسن لنا كل ما ننسى يعني انا في فاينل فانتسي 14 في كم تراك ودي اسمعكم اياه بس خشيته حق ايام ثانيه لان الحلقه اللي طافت كان في فاينل فانتسي حطينا فاينل فانتسي ونهايه هالحلقه بنحط لكم فاينل فانتسي بعد ايه ان شاء الله. الحين مع معلومات الموقع وبكذا خلصنا طبعا نسيت اقول لكم وان شاء الله عجبتكم الحلقه الديباجه هذه تعرفونها شو الموقع الحين او شيء المرضى نشكرهم ان سمعوا الحلقه هذه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها سواء شفتونا عن طريق اليوتيوب حلقتنا الفيديو كاست او سمعتوها بودكاست عن طريق الايتونز او اي برامج لها علاقه بالبودكاست. شنو سويت وانطفت التسجيل بريفيو اديتر اوكي كش اوكي زين سكر تغير السين قبل ما اروح اكتشفت حركه بوريك اياها اوكي حلو. مره ثانيه تقدرون تتواصلون حق كل الحلقات هذه موجوده عندنا بالموقع او برامج البودكاست زين تقدرون ترجعون هناك والفيديو كاست كلها موجوده باليوتيوب تقدرون تتابعونا على اكونت الموقع لكي جين جيمرز لكي إيه موقعنا لكي جن جيمرز دوت كوم لا التويتر تويتر لكي جن جيمرز كمان واحدة أنا نيت خربط قاعد أقول لحظة التويتر مال لكي جي جي ولا لكي جن جيمرز لكي جي جي دوت كوم الموقع هذا بالإنستغرام لكي جن جيمرز كمان واحدة بالتويتر وهو أكثر شيء دائما نسوي فيه أبديت حق أي شيء إحنا نسوي سواء بوست أو أخبار وطبعا المنتديات والنقاش وكذي عندكم دشون جوجل بلس تكتبون هناك تقدرون تحطون اخبار اي واحد عنده اكاونت جوجل يقدر يدش ويشارك وحتى مثلا اذا عجبتكم موسيقى معينه في قسم موسيقى تحطون اللي يعجبكم مو بس احنا اللي نسمع اي واحد يقدر يدش ويشارك اكاونتاتنا الشخصيه انا بشبيشو بالتويتر يعقوب اللي هو ياكوب اندرسكور اتش وحسين بودلم ات بودلم انزين اذا عندكم اي اقتراحات او استفسارات شخصيه ودكم تتواصلون فيها معنا احنا مباشره تقدرون على الايميل info@luckygg.com بس احب اذكر بشغلتين. الشغله الاولى من الحلقات الجايه الديوانيه ان شاء الله ما راح نسوي بوست ان مثلا اكتبوا لنا اسئلتكم بالموقع لا راح تسوون تدزون لنا تويت على طريق الهاشتاج luckygg انزين تكتبون فيه احنا راح ندز لكم بتويتر نقول لكم يلا دزوا الحين تعليقاتكم واسئلتكم انزين باستخدام الهاشتاج وتستخدمون الهاشتاج وتكتبون اللي تبونه نقوله اثناء تسجيل الحلقه باخر حلقه الديوانيه. الشغله الثانيه سوينا فايل دوكيمنت موجود الحين بالمنتدى مالنا على جوجل بلس تروحون هناك ما ادري عقب تقدر اذا توريهم بس وين مكانه يكون هناك تقدرون بهالدوكيمنت هذا اذا عندكم كان اي اقتراح ودكم تحطون لنا اياه حق مثلا برامج البعد الاخر او صدى الالعاب تقدرون تروحون هناك انزين راح تطق تحت على اليسار في لا مو بال هذا اصعد في مين كان دبر موجود هو اني خلني اقوم لك ولا بيشو انا اكمل تعليق مكان بيشو تدعش بحمتك ايه لما يطلع الدوكمنت ايوه انا حاطه متاكد سويت له هدن ما يكون من ضمن البوست ما يكون على اليمين ادري بس انا قاعد يكون على اليسار هنا يكون فوق يكون فوق ما مو يسار لا بتغير عليه اي صوب اليسار
هني فوق كلش. لا اوكي احنا ضيعنا المستمعين الحين. المهم موجود خلص. هو موجود بالمنتدى دوروا عليه. راح نتاكد انه يكون موجود ان شاء الله. انا متاكد انه حاطه زين هناك تقدرون تسجلون كل اي هني كاو موجود صراحه الموضوع بالافه كاو ايوه دروب داون منيو ما خلني مو هذا هو ترى جوجل بلس شيء مضايقني يعني مسوي لكم فايل ذاهب تقدرون تكتبون فيه اسم الموضوع ومنو صاحب الموضوع وتكتبون كلام مختصر عن فكرته يعني اذا كان التايتل الموضوع مو ما يكفي شرح شنو هو الموضوع يعني تقدر تكتب كلام مختصر عن عنه خل اوريهم وين شوف هني امسك التليفون لما تدش جوجل بلس الحين باشر انا على هذا ودون ايوه شوية صعبة أحس. هني في اللينك هني تحت. إنزين. ما يبين. بس أعرفه وين. المهم موجود. بالأبوت سكشن مال جوجل بلس مالنا راح تلقون في اللينك. الحين آخر شيء بنخليكم مع موسيقى كلاش on the big bridge battle with جلجامش. جلجامش. فاينل فانتسي السابع اخترناها لأنها موسيقى وايد مميزة بس باليوتيوب موجودة. الخامس صح. الخامس إيه. اللي سواها اختفى من الوجود. موسيقى وايد قوية إن شاء الله تعجبكم. وإذا حبيت الحلقة لا تنسوا تشاركون فيها ربعكم وأصدقائكم اللي يحبون الفيديو جيمز يمكن تعجبهم الحلقة ومنها يصيرون مستمعين يدد حقنا يشرفون أكيد. ومع السلامة. مع السلامة. We'll be right back.
Jesus Christ! Save me, Jesus Christ!